التتويج الخامس له في نهائيات دوري ابطال افريقيا. سبق وان خسر مرتين هذا اللقب، فاز اربع مرات قبل اليوم. خسر لانه اليوم احنا خسرنا في المقابله تاع الذهاب في ارضيه ميزاننا، نتمنى ان شاء الله اللاعبين يكونوا قد المسؤوليه هذه ويديروا الفوز، لانهم عندهم اليوم يخسروا لان المقابله جلاله. صار واضح الآن بأن المدرب ميلود حمدي لم يعد يعتمد على محمد. وسط الميدان يخرج ويباغت الفريق، يعني يحط اللاعب في الهجوم ولاعب وراء. دلوقتي صوري برجله اليسرى ولولو رائع، اول مسك هنا من قبل الحارس. كمان مباراه كره بعيده ناحيه محمد لامين العوديه، يتقدم شويه خروج العياده مره ثانيه. هذا اللي قادر ايضا يلعب في مدافع اوسط نتيجة نصر الاتحاد التي لم تقدر على الوصول إلى مرمى روبر كيدياما. وبعدين فاتوا الكرة خرجت فقط ليزيد يمررها في الناحية الثانية لأندريه. عوف بعد لحظات قصيرة راح يدخل الشك في نفوس لاعبي فريق تيبي مازام. مباراة في الجزائر بداوا يحتفلوا نصر تيبي مازام في المخالفة. الكرة في المخالفة لصالح زين الدين فرحات في تنفيذها من هنا. لما ولو كان سجلنا هدفين من دون ان يسجل فريق تيبي من هذه الهديه التي منح له حكم المباراه من ضربه جزاء خياليه. نعم شكرا للحكم اولا على ضربه. اللي عنده الكره الان في كل التتويجات وفي اعاده تكوين وترتيب بيت تيبي مازامبي. يوصل بن عياد يسدد كره جانبيه، التسديده من بن عياد اللي يلعب مباراه افضل ولصالح بن خماسه وبن جدالي وفرحات زين الدين. الدفاع يخرجها بصعوبه، يخرجها الدفاع بصعوبه تروح لها. بالنسبه لحارس المرمى 39 سنه 42
بيننا هي انه خسر الكاس في الجزائر وليس في الكره الامريكيه. نعاود نقول بان الاتحاد خسر الكاس في الجزائر. فرحه زين الدين تسديده بعيده تماما راحت فوق المرمى قبل نهايه المباراه بثلاث دقائق فقط. هنا نقدر نقول بانه يا اخو ما لقيتو خسرنا يا اخو. يا اخو بصح فهمتي بي مازامبي يا اخو واش نقول لك. الفوتبول تاع لافريكا هذا هو يا اخو. كاين لي زاربيت كاين لي جوار تاعهم يا اخو واش نقول لك. بريمي بيت هذاك ولا اثر فينا على كل حال. واش نقول لك معليش يا اخو. مازال شامبيون ان شاء الله يا اخو. معليش يعطيهم الصحه داروا كرون ماتش على كل حال. ما كاش لا فينيسيون ما كاش كوني ماركي يا اخو. لا غالبا لاربيت هذايا راسه عطاهم دب بيراتيف كاع ما كاش منها وراهم كيما نقولوا لازم الدراري يربحوا تما وحنا قادرين نربحوا تما وعندنا فريق وعندنا فريق كاع اللي جا. احنا يا نحبوا لي اسما ربحه ولا خسره في لي ديفات وفي لي فيكتوار ونبقاو معاها وجامي نخونو. اوني فيير دو سيت ايكيب دو لوشما لحقنا الفينال معليش مازال العوام طوال. العام الجاي ان شاء الله نعاودو نبريباريوها وندوها باذن الله. بصح مع هاد لي زربيت هادوما ما عندنا ما نطمعو. نورمالمون حنا نمدو لاكاف ونمدو لا فيفا نورمالمون او موان يجيبو لنا دي زربيت كوراكت. مي نشكرو لهاد اللاعبين تاعنا راحوا فينال ولعقوا بالحاجه ما خير ان شاء الله. سي تان اكسبلوا كي لحقنا فينال سي تان اكسبلوا.